هلو لافليز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده بقى هنتكلم عن اكتر خمس حاجات تريندي الصيف ده، اكتر خمس حاجات موضه الصيف ده. بس خليني قبل ما ابدا عايزه كده اقول لكم حاجه، مش كل الموضه تليق على كل حد ومش كل التريندي حلو. يعني خلينا ناخد من الموضه الحاجات الحلوه اللي تليق علينا وتناسب الكالتشر بتاعتنا وتناسبنا احنا شخصيا. يعني مثلا فور اكزامبل، لو السكيني موضه او رجع موضه تاني وهو مش مناسب لشكل جسمي فانا مش هينفع البسه. خليني اخد من الموضه حلاوتها، وانا النهارده جايبه لكم الموضه حلاوتها اللي بيليق على كل الناس، الحلو لكل الاجسام. فخلينا نبدا باول موضه السنه دي. قفلت بس البلكونه عشان حاسه ان هي عامله دوشه وكده. طيب خلينا نبدا باول ترند السيزن ده وهو البليزر. جماعه البليزر طلع وبقوه السيزن ده بكل انواعه وكل اشكاله، يعني الكروبد وان، الاوفر سايزد، اللي على قدي بالظبط، الشولدر بادز، البافنس. بصوا كل حاجه طالعه موضه، بس كل جسمه هيليق عليه بليزر. يعني مثلا لو انا جسمي مثلا مليان شويه مش هينفع البس كروبد بليزر لانه هيبين الديفوهات اكتر، الا لو انا هلبس سكيرت يعني ممكن يبقى حلو لو هما نفس اللون او الوانهم مقاربه لبعض، ده ممكن ينفع ساعتها. طيب الشولدر بادز، البليزرز الاوفر سايز اللي فيها شولدر بادز دي مش هتنفع للناس مثلا اللي هم جسمهم مثلا مستطيل او تفاحه. فخلينا دايما لو انا جسمي مثلا على الشكل ده خليني دايما البس البليزر المظبوط عليا، لا هو كبير ولا هو صغير، المقاس المظبوط. طيب لو انا محتاجه بين اكبر من فوق، يعني لو انا جسمي مثلث من فوق رفيع ومن تحت اتخن، ممكن قوي البليزر الاوفر سايزد والشولدر بادز هتساعدك جدا. تاني ترند السيزن ده وهو الوايد ليج جينز. جماعه الوايد ليج جينز من احلى الجينز اللي ممكن تلبسيه. ليه بقى؟ اولا لان هو بيخرجنا من المود بتاع السكيني اللي احنا متعودين عليه طول عمرنا، اللي احنا مش هنركنه ليه لبس معين، السكيني ليه لبس معين. لكن الوايد ليج جينز بصراحه من احلى البنطلونات اللي طلعت في التاريخ. ليه بقى؟ ليه لانه بيظبط الجسم، بيليق على كل انواع الجسم. في ناس تقولك ايه بس انا لبسته هو متخني. لا هو انت اكيد لبستي مثلا وايد ليج جينز واسع قوي. خلينا دايما نختار الوايد ليج جينز المناسب لجسمنا، يعني خلينا ناخد المقاس المظبوط، يعني مقاسه يبقى مظبوط حتى لو هو مثلا ممكن يبان علينا من تحت من فوق ضيق قوي ومن تحت نازل على واسع. بالعكس ده بيظبط جدا الشيب بتاع الرجل، خصوصا لو انت مثلا جسمك من تحت مثلا يعني الارداف اعرض وبعد كده نازل رجليكي رفيعه او حتى رجليكي كلها مش رفيعه، هيظبط جدا. انا كنت بلبسه اصلا وانا كنت مليانه شويه، كنت بحب البسه جدا لان هو بيظبط الجسم كده. واللذيذ فيه بقى ان هو بينفع في كل الاوقات، يعني لو انت عايزه تخليه كاجوال ممكن يبقى كاجوال، لو انت عايزه تخليه مثلا تخرجي بيه بالليل وتلبسيه على لوك كده يبقى فاميلين، ممكن تلبسي عليه هيلز وتلبسي عليه توب هيبقى برضو فاميلين، ولو انت عايزه تخليه للشغل ممكن تلبسي عليه بليزر فبقى للشغل. فهو مالتي تاسكينج بانس وانا بحبه جدا جدا جدا، وبجد مش هتندموا لو رحتوا للترند ده. تالت ترند معانا السيزن ده وهو يا جماعه السكرت. السكرت يا جماعه ما ننساهاش ارجوكوا، احنا بنات يعني نلبس سكرتس، نلبس دراسز. وعلى فكره في حاجات عمليه جدا، يعني انا بالنسبه لي هي عمليه اكتر من البانتس بصراحه يعني. فا او ممكن نجيبها ونخليها للخروج، يعني في حاجات بتبقى حلوه. طيب طلع ترند قوي السكرت اللي هي الورب سكرت، اللي هي بتبقى جايه على بعض كده بشكل شويه يعني دي جاية على دي، او حتى الملفوفة. انا كنت لابسة واحدة من كام يوم حلوة قوي، كلكم سألتوني عليها. فدي طالعة موضة قوي، والميزة فيها بقى ان هي ايه، هي على شكل اي لاين. فالاي لاين ده بيظبط جدا شكل الجسم ايا كان هو ايه، بيداري اي ديفوهات كده في الرجل بيداريها.
احنا في اي ديفوهات حداري. طيب لو احنا مفيش اصلا بس انا رفيعه قوي ونفسي ابان اتخن من تحت، برضو هتبقى حلوه جدا، لان الاي لاين شيب بيبقى حلو جدا مع كل انواع الجسم، لانه من الاخر كده هو ضيق من فوق نازل على واسع، ايا كان بقى هو وورب، هو في رافلز، هو في وات ايفر، بيحلي شكل الجسم جدا. وكمان السكيرتس دي بتداري لو في بطن شويه كده، بتداري وبتلغوش كده على البطن. رابع ترند بقى معانا، وهي الالوان البستاج والاصفر وكل الالوان الفاتحه. يا جماعه طالعه موضه معانا بطريقه السيزن ده، يعني كل كمان الميزه بقى في الموضوع ايه، انه ممكن يبقى فاتح والستان طالع موضه بطريقه مش طبيعيه وفاميلين جدا جدا جدا. تو بي اونست، هو الستان مش حاجه عمليه قوي، يعني هينفعنا اكتر لو احنا مسافرين، لو احنا كده خارجين بالليل رايحين مش عارف ايه، لكن هو طالع موضه قوي انه حتى يتخرج بيه الصبح. وانا بالنسبه لي هتبع هذه الموضه، لان انا بحب كل ما هو فاميلين ويعني ناعم كده، انا بحبه جدا. وكمان الفلورال سكيرتس دريسز وبانس كمان طالعه موضه وبقوه السيزن ده، ممكن زي اللي انا لابساه اللي فيه ورد صغنن، وكمان في اللي فيه ورد كبير على حسب طبعا جسمنا. يعني لو انا جسمي رفيع هلبس الورد الصغنن، بس لو انا جسمي عريض خليني في الورد الكبير، لانه هيبقى الورد الصغنن كتير قوي. وكمان لو انا مثلا جسمي قليل او رفيعه ما ينفعش ان انا البس ورد كبير قوي، لان هما هيبقوا وردتين، يعني الدريس هيبقى ورده يعني فاهمين، اصل هي نسبه وتناسب. خامس ترند معانا واخر ترند معانا هو الاوفر سايز شيرت. جماعه الاوفر سايز شيرت من احسن الحاجات اللي ممكن تتلبس لناس كتير قوي، بس خلينا مثلا لو هو مثلا اوفر سايز وانا مثلا من فوق كبيره شويه، او على شكل ابل شيب او مستطيل، او مثلا انفرتد تراينجل، خلينا مثلا الاوفر سايز شيرت ما يبقاش كبير قوي، او في بالون سليفز او الحاجات البافنس او كده، خليه هو واسع طويل، لكن ممكن احط له مثلا بلت، او ما يبقاش اللي هو كبير قوي عشان ما يبينيش اكبر. لكن لو انا محتاجه اكون اكبر قوي من فوق، ممكن البس الاوفر سايز الكبير قوي 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 ده، او ممكن لو انت مش محجبه تلبسي از دريس زي ما انا كنت عامله في الفيديو بتاع الاوفر سايز شيرتس. وممكن كمان تلبسي لو انت محجبه على سكيني بانس او ستريت بانس، هيبقى حلو قوي. كمان في منه بقى اشكال وانواع كتير جدا، في ملونين، في الوان انا شفت في كذا براند، يعني الوان كتير قوي داخلين في بعض، تحفه 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 فظاع. وكمان في منه النص ونص، يعني النص يبقى لون والنص التاني لون تاني، او النص يبقى جينز والنص التاني لون تاني. كنت عامله واحد كده السنه فاتت بس ما كانش اوفر سايز، كان نصه جينز ونصه اصفر، كان حلو قوي. ممكن كمان لو انت عندك مثلا تو شيرتس قدام وخلاص زهقتي منهم مثلا، ممكن تلزقيهم في بعض يبقى جديد وترندي كمان، يعني يبقى اوفر سايز وكمان لونين مختلفين مع بعض، هيبقى حلو قوي. ممكن ابقى اوريكم فيديو كده احنا ممكن نخيطهم في بعض ازاي او نعملهم في بعض ازاي، لان اوريدي كنت عامله واحد لاختي، وهوريكم كمان اللي كنت عامله لها. انا كده خلصت اهم 5 ترندز موجودين معانا الصيف ده، او هم اكتر 5، هو الترندز كتير لكن دول اكتر حاجه عجبوني وماتشنج مع كده الكالتشر بتاعتنا وماتشنج مع البيرسوناليتي بتاعتي انا شخصيا، وانا يعني انا شخصيا هلبسهم يعني عارفين او اوريدي انا بدات البسهم. اي هوب ان النهارده الفيديو يكون عجبكم وكان حلفل، والناس اللي بتحب تبقى على الموضه وتبقى شايفه الترند، حتى اللي تبقى عارفاها حتى او ما تلبسهاش تكون استفادت من هذه الترندز. هذه ترندز لا يعني جمع هذه، يلا مش مشكله مش مشكله. اشوفكم على خير وباي باي.